شدد الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الصحة الدكتور جمال الحربي على ضرورة فتح الآفاق نحو تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في مجال الجراحة انطلاقا من أهمية هذا التخصص الحيوي. تصريحات الحربي جاءت خلال افتتاح المؤتمر الكويتي السنوي 13 للجراحين بحضور أطباء ومختصين من دول عربية وأجنبية. تعلمون مدى التطور والتقدم الذي شمل تخصص الجراحة العامة وتخصصاتها الدقيقة في الحقل الطبي، لا سيما مع التطور الواسع والكبير في التكنولوجيا والأبحاث الطبية. ولمواكبة هذا التطور المطرد، كان لابد من عقد مثل هذه اللقاءات العلمية الهامة والتي تفتح الآفاق أمام تبادل الخبرات والمعارف بهدف تحسين الخدمات الطبية وتوفير زيادة في الأمان للمرضى.